في شقة هنا وأمجد، كانت هنا واقفة بتعمل شاي وبتتكلم مع ريم وحور اللي شايلة بنتها. واتكلمت هنا وقالت: على فكرة يا ريم، أنا حاسة إنك حساسة قوي من ناحية الموضوع ده، سيبيها على ربنا. سالم مش بيفكر كده أبدا. أيوة سالم مستحيل يسيبك يا بنتي، ده بيحبك قوي. غصب عني، أنا مش معترضة على قضاء ربنا، بس الموضوع تعب لي نفسيتي مش أكتر. يبقى سلمي أمرك لله، تعالي بقى ورايا بصينية الشاي. ريم مسكت صينية الشاي وحور قالت: وانا هدخل انيم حور على السرير واجي وراكم. هنا وريم خرجوا من المطبخ وراحوا عند التلات شباب اللي كانوا قاعدين بيلعبوا بلاي ستيشن. ريم حطت صينية الشاي واتكلم امجد وقال: طب على فكرة بقى، انت ما بتعرفش تلعب يا ابني، اللعب ده مدرسة وانا فيها استاذ. استاذ مين؟ انت اخرك فراش ولا عامل نظافة؟ على فكرة امجد فعلا كان بيلعب حلو، كويس ان الماتش خلص 1-0 ليه، اهو شفت ظهر الحق. يلا يا عم من هنا بقى، ابقوا تعلموا اللعب وتعالوا العبوا، ما تقرفوناش. لا مش قوي كده، انت شكلك اتغريت، انتوا اتفقتوا عليا انتوا الاتنين؟ ماشي، ما تنسوش ان مراتاتكم يبقوا اخواتي، يعني ممكن ما تباتوش في بيوتكم النهارده. طب على فكره بقى، الدراع ده بايظ فعلا، ما تسكتلهوش يا سالم. سالم امه كان ماسك في خناق امجد وهو بيهزر وقال: طلع ال 100 جنيه نصاب. لا انا هجيب بيهم دراع بدل اللي باظ. القانون لا يحمي المغفلين. انا مغفل؟ طب تعالى بقى وانا اوريك. بس بقى البنت نامت، مش عاوزين دوشه، تعالي قولوا لهم حاجه، دول بيتخانقوا زي الولاد الصغيرين. بس يا عم انت وهو ضحكتوا علينا البنات. وفي بيت عماد وكندا اللي كانت قاعده وحاسه بملل، وعماد قاعد يشتغل على اللابتوب، اتكلمت كندا وقالت: عماد يا عماد، اوف بقى. في ايه؟ انا جعانه. ربع ساعه كده خلصت اللي في ايدي. لا انا جعانه دلوقتي. عماد وقف وقال: حاضر امري لله. هتاكلي ايه؟ بص انا شم ريحه بطاطس محمره وفراخ بانيه. هو الوحم دلوقتي بقى بانيه؟ اه انت مش فاهم. اه وكمان معاهم مكرونه بس كتر الصوص. ودول هعملهم ازاي؟ بص اعمل سيرش على النت وجيب الطريقه. امري لله، انا حاسس انك على ما تولدي هبقى ست بيت شاطره، ما انت اللي عاوزني اخلف، استحمل بقى. عماد راح المطبخ وهنا مسكت ريموت التلفزيون وقالت: ما تنساش تكتر الصوص. وفي مكان تاني على الطريق الصحراوي وقفوا عربيتين دفع رباعي ونزل منهم اتنين، واحد منهم اتكلم وقال: عملت ايه في اللي كلفتك بيه؟ ملوش في الشمال، سكك كلها دغري. ازاي الكلام ده؟ اكيد ليه سكة كده ولا كده. لا ملوش، اوس الغازي طالع لابوه، محدش عارف يمسك عليه حاجة. طب وبعدين في وقف الحال ده، ما احنا كنا بنعديها من غير ما ياخد باله. بس ما تنساش ان الموظف اللي عنده هو اللي كان بيمشلنا كل حاجة. خلاص يبقى نضغط عليه بأي طريقة لغاية ما يوافق، نخطف ابنه مثلا. لا يا عم أنا عندي عيال، كله إلا الخطف. على أساس إننا بنشتغل في البترول، إحنا بنتاجر في الممنوعات برضو، ما ندخلش العيال في شغلنا. شكلك مش نافع في الموضوع ده، أنا هتصرف بطريقتي. وعند رائد اللي كان قاعد في شقته بعد ما خرج من المستشفى، الجرس رن، ولما فتح كانت منى اللي دخلت وهي بتعيط، واتكلمت وقالت: أنا ما بقتش طايقة أعيش هناك، وانا شايفه اللي اسمها هدى دي وعيالها مسيطرين على كل حاجه. اتفضلي يا ماما ادخلي، واللي انت شايفاه هيريحك اعمليه. دخلت منى تتفرج على الشقه وقالت: لو عليا عايزه اقتلهم كلهم وارتاح منهم. رائد قعد وقال: ماما انا فيا اللي مكفيني، وكفايه بقى اللي راح من عمري. يعني ايه؟ رائد وقف وراح ناحيه الباب وقال: يعني انا نازل اشم هوا، حاسس اني مخنوق. طب قولي هترجع امتى؟ ده انا ناوي اعمل صينيه مكرونه من اللي انت بتحبها. شوية وجاي. رائد مشي من غير ما يسمع ردها، أما هي فوقفت وقالت: الأمل فيك يا رائد، يا رب بقى تعلمهم الأدب المرة دي وترجع لنا حقنا من هدى وبناتها. وتاني يوم في بيت أوس وحور، أوس وحور كانوا قاعدين في الجنينة وحور قالت: النهاردة كملنا 7 سنين على جوازنا، كل ما بفتكر طريقة جوازنا بستغرب من القدر اللي خلانا نقابل بعض. طبعا يا حبيبتي ربنا بيسبب الأسباب، وعشان ليا نصيبة اتجوز أحلى حورية في الدنيا. عارف يا أوس، أنا ساعات بسأل نفسي أنا قبلك كنت عايشة إزاي. أوس بص يمين وشمال وبعدين قال: بقولك إيه، فرصة ليال ساكتين وبيلعبوا، تعالي نطلع فوق شوية. لأ ماما مش هتقدر على حور لوحدها، يا ستي نعمة معاها ما تقلقيش، تعالي بس نلعب دور شطرنج وننزل على السريع. حور وقفت وقالت: بس أنا ما بعرفش. أنا هعلمك. أوس مسك إيد حور وراح أوضتهم، ولما قفل الباب أوس قال: أخيرا بقينا لوحدنا، ده أنا كنت قربت أنسى شكلي. أوس قرب منها ولسه هيحضنها، لقى حد واقف بيشده من هدومه،
لقى عز اللي قال: انتوا بتعملوا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقت؟ اوف ماما انا جعان. حور ضحكت وقالت: روح لنعمة تعمل لك ساندوتش. لا انا مش بحب اكل نعمة، بحب اكل ماما بس. لا بقى انا هصور قتيل، الواد ده حد مسلطه عليا. خلاص بقى يا اوس، انت هتعمل عقلك بعقله، انا هروح اعمل له اكل واجي. لا انت هتقعدي تعملي الهوم ورك معايا، بابا ينزل يقعد مع تيتا. اوس مسك عز من قفاه وقال له: هو ده انت؟ انا حاسس انك مش ابني. يوه بوظت التيشيرت. حور اخدت عز وخرجت من الاوضه، واوس كان واقف متغاظ. وعند سالم اللي كان راجع البيت وهو سايق العربيه، جاله اتصال من صافي. رد عليها وقال لها: مش قلتلك ما تكلمنيش تاني؟ انت ايه، ما عندكيش دم؟ ردت وقالت له: هو ده ردك عليا بعد السنين دي كلها؟ ده انا افتكرتك هتقولي وحشتيني. اخلصي، متصله ليه؟ عاوزه اقابلك. مش فاضي، عندي شغل. ما انت لو عرفت انا عاوزاك ليه هتجيلي اسرع من البرق. عاوزه ايه يا صافي؟ اخلصي، ابنك يا سالم عاوز يشوفك. نعم يا اختي. ابني ده اللي هو ازاي؟ ابنك يا سالم. انا ما اجهضتش نفسي زي ما فهمتك. ده سالم على الفرامل ووقف العربيه بسرعه بعد ما كان هيعمل حادثه بسبب اللي سمعه، وقال: انت بتقولي ايه؟ عموما انا عنواني ما غيرتوش يا سالم، هستناك. صافي قفلت الخط من غير ما تستنى رده، اما هو فكان متعصب لدرجه انه رمى التليفون من ايده وقرر انه يروح لها البيت. افتكر سالم حياته اللي قبل وفاه ابوه لما كان شاب متهور. كان سالم في ملهى ليلي وكانت صافي قاعده جنبه، مسكت العصير وشربت منه وقالت: وحشتيني قوي يا بيبي. انت هتشتغليني؟ ما احنا كنا مع بعض امبارح. حطت ايديها على كتفه وقالت: انت بتوحشني حتى وانت معايا. ابتسم سالم وقال: ما تيجي نكمل سهرتنا في البيت. انا لسه ما خلصت الشغل. انت مش خلصت نمرتك خلاص؟ لا النهاردة عندي اوفر تايم، جايلنا ناس مهمين النهاردة وصاحب الشغل عاوز نعمل معهم الواجب. اتكلم سالم بغيظ وقال: طيب انا همشي، وبيخلي الناس المهمين ينفعوكي. سالم كان هيمشي بس صافي وقفت بسرعة وقالت: كده يا سالم انت زعلت ولا ايه؟ بصلها من فوق لتحت وقال: لو ما جيتيش معايا دلوقتي مش هتشوفي وشي تاني، والورقة اللي بينا قطعيها. كده يا سالم انت عاوز تسيبني وتهون عليك صافي حبيبتك؟ هستناكي برا 10 دقايق، لو ما طلعتيش مش هتشوفيني تاني. سالم خلص كلامه ومشي وسابها، اما هي فجريت بسرعة خرجت وراه وراحوا البيت. وبعد كام ساعة كانت صافي قاعدة مع سالم وقالت: شفت يا سالم، انت بتستغل نقطة ضعفي في انك بتضغط عليا علشان عارف اني بحبك. بلاش نضحك على بعض، ما انت واخدة اللي ورايا واللي قدامي، ولو ما كانش ليكي مزاج ما كنتيش جيتي. كده يا سالم انت مش عارف انا بحبك قد ايه، ده انت اول راجل في حياتي. ضحك سالم وقال: بقولك ايه يا بتنتي، انت هتشتغليني ولا ايه؟ ما انا عارف انك عاملة العملية اياها، ولا فاكراني مختوم على قفايا؟ تحب اقولك عرفتي كم واحد قبلي؟ صافي كانت بتمثل انها بتعيط، وسالم وقف وقال: شش انت بقيتي حاجة اخر نكد، انا ماشي. وعلى فكرة انا زهقت منك، اعتبري دي اخر مرة لينا مع بعض، خلاص ما بقيتيش داخلة مزاجي. صافي بغضب: كده يا سالم، مش انا اللي تاخدني لحم وترميني عضم. سالم مسكها من شعرها وقال: عضم ايه ولحم ايه يرحمك، صوتك ده ما يعلاش، وزي ما قلتلك مش عاوز اشوف وشك تاني. رجع سالم من ذكرياته لما ركن العربية قدام بيت صافي وهو متردد يكمل طريقه ويطلع لها ولا يعمل ايه.